بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيك بار، سيك بار برضه طريقة أخرى مهمة جدا. في عندي سيك بار وفي عندي سيك بار ديسكريت. أنا أخدت السيك بار حطيته تحت الريتنج بار، أدي السيك بار أهو ماشي الحال. خدوا بالكم هعمل في شوية شغل برضه ممكن تعملوا في البروجريس بار وفي الريتنج بار وأي بار، بس بار من الحاجات اللي هي يعني بتاع التحريك يعني. المهم انا ممكن اديته فاليو، اديته فاليو في كقيمه مباشره البروجريس بتاعه، خليت البروجريس بتاعه 5 وخليت الماكسيمم 10، يعني اخره ياخد درجه من 10 وانا اديت البروجريس بيبقى ب 5. لو لوزر غير بيغير براحته، يعني يزود او ينقص براحته مش مشكله يعني. طبعا برضو ليه مجموعه من الايه من الـ الستايلينج، اختار الستايل اللي انت بتحبه او اللي تشوفه بالنسبه لك لايق للديزاين. طيب خلينا السيك بار بالشكل دوت وقلنا اتس اوكي. احنا كده رمينا له، تعال نحط تكست فيو تحته عشان يعرض لي بس فيه قيمة. القيمة دلوقتي كام اللي انا واقف عليها في البروجريس بار، فسميتها سيك بار تكست فيو. طبعا لان هفاير الايفنت مع الحركة ماشي، فما رضيتش عملت له تكست فيو ليه؟ علشان لما هفير القيمه بتاعته مع الحركه لو عملتها في الزرار ففي كذا توست بتطلع، فمش مش هتظبط، لان واحده هترابلس واحده، فانا عامله تكست فيو لوحده ماشي عشان الحق اشوف قيمته. ففضيت تكست بوكس وعملت له احجامه وبتاع كلام زي كده، واخش على المين اكتيفيتي في الاون كريت عادي جدا، واقول له انا عايز اشتغل مع السيك بار، بس عايز اعمل شبه مع السيك بار شويه بالتفصيل في كل الايفنتس بتاعته. السيك بار بيحصل له بروجريس، اعمل حاجه لاخره، انتهى وقف ساب بدا كده يعني. فالسيك بار دوت سيت اون سيك بار تشينج ليسنر، اول ما يحصل اي تغييرات في السيك بار ده خد بالك بقى من الحته دي عشان برضو دي مهمه وبرضو بتقابلها كتير. هو هنا محتاج مني ايه؟ هنا في كذا ايفنت بيحصل مع السيك بار، في بيستارت او بيجي يبدا، وفي ستوب او بيقف، وفي اول بروجريس شغال، فدي قصه. فقلت له ماشي انا هقول اون سيك بار تشينج ليستنر. سيك بار ده اسمه الاسم الاصلي للكنترول دوت اون سيك بار تشينج ليستنر، وهاجي اعمل من قائمه الكود واقول له اوفر رايد ممبرز، لان في ثلاثه ممبرز لازم يكونوا موجودين اساسيين، الستارت والايه والستوب والايه والبروجريس. فطبعا هتلاقي عندك قائمه كبيره جدا من الحاجات اللي ممكن تعمل لها اوفر رايد، اللي هي اصلا فانكشنز موجوده وانت عايز تعمل لها اوفر رايد. انا اعمل له بس اوبجكت عشان يترن اوبجكت من نوع اوبجكت. وهروح اعمل ايه من كود واقول له اوفر رايد عشان بس يلخصهم لي، فاقول له إيه؟ الاقي اون بروجريس واون ستارت تراكنج واون ستوب تراكنج، فهو بيعرفني بس الفانكشنز. فقمت واخدها كده قمت قايل له ادها ادها لي، قال لي ده اوفر رايد للفانكشن الاولى. فهو عرف الفانكشن دي منين؟ من اصل الايه البروجريس بار، اسف السيك بار. فانا كود اوفر رايد ميثودز وقمت قايل ايه اعمل اوفر رايد للهوم ستوب كمان، ما تنساش الاوبجكت عشان بس يريحك في الاختيار. فاصبح اللي عند تلاحظه الايرور اتشال، لان خلاص انت عملت اوفر رايد لكل الحاجات اللي لازم تعمل لها اوفر رايد. اكتب بقى تمام، لان السيك بار كده معمول له ايه الاون سيك بار تشينج ليزنر، في فانكشنز لازم تحصل لها اوفر رايد يعني ماست امبلمنت، انت لازم تمبلمنتها، وبناء عليه لما عملت لهم اوفر رايد الثلاثه شال ايرور قال لي خلاص اكتب انت عايزه. فقلت له بالنسبه للاون بروجريس تشينج، طبعا السيك بار والبروجريس ده بيرجع لك رقم، وهو ده الرقم اللي هو رقم هو في 3 في 4 في 5 6، احنا كنا عاملين ماكسيمم 10، وفروم يوزر اللي بتجيب لك ترو او فولس، يوزر هو اللي عمل ولا انت اللي مغير بالكود ولا ايه. فسيك بار تكست فيو دوت تكست هيطلع لي البروجريس. اما بالنسبه للستارت تراكنج والستوب تراكنج ده ممكن تطلعها في توست زي ما احنا عايزين. طبعا ليه عملت دي في توست وعملت دي في تكست فيو زي ما قلت؟ لان ستارت اول ما ستارت هيبقى اخد رقم، فمش هتلحق تشوف الستارت ده ابدا. اول ما انا احرك خلاص ما بتشوفش، لان بيحصل ستارت وبياخد رقم، البروجريس بياخد رقم، فمش عارف تظهر الاثنين ورا بعض. هتلاقي نفسك بتشوف البروجريس وما بتشوفش الستارت، هو ما بيستارتش ولا ايه؟ لا هو بيستارت. عشان كده عملت دوت في ايه، هعمل ده في توست كده، والقيمه هخليها دايما معايا في الايه في التكست فيو اللي تحت.
انا عملت توست عاديه جدا بس ابلكيشن كونتكست عشان اطلع بره السيك بار ابقى من جوه الاون كرييت بتاعتي، وخدت نفس التوست ديت اللي جابت فيها ستارت تراكنج احطها في الستوب تراكنج، واكتب بس مكانها بدل ستارت تراكنج احط كلمه ستوب ايه ستوب تراك. عملت الثري ايفنتس المرتبطين بالسيك بار، تعالى نرن ونشوف هيحصل ايه. ارجع للموبايل بتاعي بعد ما رن، ادي اهو السيك حركته قال ستارت تراكنج طلع صح، وقفت قال ستوب تراكنج وجاب لي القيمه 8، رجعتها قال ستارت تراكنج اهي زهره وقال ستوب تراكنج ستارت تراكنج انا بتحرك والقيم بقى عماله تظهر 6 و5 و8 و10 او وقفت قال ستوب ايه ستوب تراكنج. ده السيك بار وازاي برمجه بيبقى اوتوماتيك، اقدر احس بقيمته اللي بيختارها اليوزر تمام في الثلاث حالات. في من السيك بار حاجه اسمها الديسكريت. الديسكريت طبعا الديسكريت انت ممكن تختاره من الباليت هنا الباليت، وممكن ان انت تختار الستايل بس هو ده اللي اختلف ما بينهم. يعني هو لو جبت الديسكريت ورميته هيدي لك نفس الايه هتلاقيه هو هو بالظبط، مفيش اي اختلاف، هو الديسكريت بس ان هو بيمشي على نقاط محدده بس يعني مفيش غير هو ستايل يعني. فلو رجعنا عملنا رن هتشوف شكل الديسكريت نفس البرمجه نفس كل حاجه بس بشكل عرضي، بس بياخد نقطه معينه يعني بنفس الاسلوب بالظبط زي ما احنا شايفين، والستارت والستوب وقيمه البروجرس. والسلام عليكم.